يا مرحبا، أخبار جديدة عم نقدم لكم إياها من فن نيوز لنواكب آخر التطورات على الساحة الفنية. وأول أخبار عن الفنان بسام كوسة والفنانة سلافة وخرجي اللي عم يرجعوا يلتقوا بعد 20 سنة من مسلسل قانون ولكن بعمل جديد بيحمل اسم مال القبان. بينتمي العمل لنوع الأعمال الاجتماعية وبيحكي مجموعة قصص من الواقع السوري بطريقة بتحكي الوضع المعيشي الراهن يلي بيعيشه المجتمع السوري وبيتخلله من أزمات ومشاكل بيواجهها الناس بيومياتهم. العمل عم يتحضر ليكون بقائمة مسلسلات رمضان 2023 وهو من بطولة بسام كوسة، سلافة وخرجي، خالد القيش، يامن حجلي، ومن كتابة علي وجيه ويامن حجلي وأخراس محمد رمضان. عم يغني على وضعنا ببيت أحمد عدوية. حرص الفنان محمد رمضان على زيارة بيت الفنان صاحب الأغنية الشعبية أحمد عدوية بعد نجاح أغنية على وضعنا يلي جمعت بينه وبين محمد عدوية وتنطرحها ببداية العام الجديد. ونشر رمضان فيديو من بيت عدوية وهو عم بيأدي الغنية، وظهر بالفيديو حفيد أحمد وعلق رمضان وكتب حفيد الأسطورة على وضعنا من بيت عمنا أحمد عدوية. وتصدر محمد رمضان قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على يوتيوب خلال الساعات الماضية بكليبه على وضعنا، واحتل رمضان تريند رقم 2 بعد طرح الغنية بمشاركة أحمد عدوية ونجله محمد عدوية. شاكيرا عم تستقبل السنة بقرارات جديدة. نشرت النجمة شاكيرا على السوشيال ميديا رسالة تفاؤل لمحت من خلالها لأزمة انفصالها وتخلصها من الألم يلي عاشته بالفترة الأخيرة ونظرتها الإيجابية لـ2023، وكتبت بتغريدة: حتى لما بنحزن فينا نستمر بالحب، وحتى لو تعرضنا للخيانة من شخص فينا نستمر بالثقة بالآخرين. بالرغم من أنه جراحنا لساها عم تنزف إلا أنه الوقت أكيد بداوي الجرح. استمروا بحب حالكم لأنه لسه في ناس طيبين مثل ما في ناس أشرار. وختمت شاكيرا وقالت: دموعنا مو للهدر، هي بتسقي تربة بتولد المستقبل وبتخلينا أكثر إنسانية لنزعل الحزن ونواصل الحب. وهيك بتكون خلصت أخباري. بشوفكم أنا بكرة بيوم وحلقة جديدة فيها آخر وأهم التطورات الفنية وشو تصدرت السوشيال ميديا بالـ24 ساعة الماضية. ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.